نهب وسرقة وحرق وتدمير. عم نشوف فيديوهات صادمة بحق كل المهاجرين واللاجئين على الأراضي الفرنسية والأوروبية، يعني عم بتضروا حالكم وبتضرونا معكم وعم تأذوا الجميع. اليوم كل وسائل الإعلام أجنبية عم تتحدث إن يلي عم يقوموا بهذا الشيء بالشغب وبالسرقات هن الأجانب، يعني نحن الأجانب. أي بلد يكون، أي دولة تكون، ما بتفرق. ما زال أنت اسمك أجنبي بالبلد يلي بارك فيها، فأنت رح تكون بنظره سارق وحرامي ونصاب، وهذا الشيء رح يضل مرافقنا طول حياتنا إذا ضلينا على الأراضي الفرنسية أو الأوروبية. اليوم فيديوهات صادمة عم نشوفها على التواصل الاجتماعي أو قنوات إخبارية الأوروبية، مو بس الفرنسية، أي قناة بلد أوروبي افتاح عليه بتلاقي شو عم بصير في فرنسا، وعم بيقولوا إن اللاجئين والمهاجرين هم عم بيعملوا بهذا الشيء، عم بيقتحموا المحلات، بيكسروا، بيحرقوا وبيسرقوا وبينهبوا إيشو ما بشوفوا قدامهم من تليفونات وأزياء وألبسة وسيارات. هذا الشيء رح يأثر مو على شخص أو أشخاص، رح يأثر على اسم جميع المهاجرين واللاجئين يلي موجودين بفرنسا وخارج فرنسا. فيا جماعة الوضع صار سيء، الوضع صاير مأساوي، ما بنعرف شو بده يصير أكتر من هيك، ولكن أكيد رح يحاسب الجميع لكل واحد مسيء أو كل واحد أساء أو كل واحد تكسر ونهب، رح يحاسب هو وأبويه على هالتربية يلي ربوه عليها. لأن اليوم بده يكون واحد ولد عمره 14 15 16 سنة، هو ولد باعتبار اني هو مو وصل لسن القانون 18 عام تحت السن القانوني، فرح يحاسب هو وابويه على هذه التربية الفاشلة. يعني عن جد فيديوهات محزنة، فيديوهات ما بقنا حسين نرفع راسنا ونقول نحن اجانب في اوروبا. تحياتي.